وانطلقت الجياد والأفراس على بركة الله تعالى متنافسة على جائزة النادي التقديرية في الشوط السادس على مسافة 1650 مترا، مع تقدم لرافي الآن لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز على بقية الجياد والأفراس المشاركة في هذا الشوط. من البداية رافي بن عقاب بقيادة عبد الله سليمان العظيم يتقدم مع محاولات لنجمة المختلف لاختطاف المرتبة الثانية، وكذلك منافسة من معيوف من الخارج. الآن معيوف يحاول اختطاف المرتبة الثانية ويختطف المرتبة الثانية معيوف في هذه الأثناء، والتقدم لا زال لرافي لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ومنافسة ومحاذاة بين رافي ومعيوف. رافي لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وكذلك معيوف لسمو الأمير محمد بن فيصل بن محمد ابن سعود، والمحاولات مستمرة والتنافس على شدة للتقدم، ورافي لازال في المقدمة، معيوف في المرتبة الثانية، وبداية الخط المستقيم من سيحقق جائزة النادي التقديرية، والتنافس على شدة بين رافي ومعيوف. رافي يتقدم ما شاء الله تبارك الله مع محاولات من البقية، رافي بن عقاب لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ورافي رافي 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 يحقق جائزة النادي التقديرية ما شاء الله تبارك الله بقيادة عبد الله سليمان العظيم. إذن رافي يحقق المرتبة